بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. النهاردة بالتأكيد عندنا أكثر من إطلالة. أولا إطلالة على المباراة الودية اللي أقيمت بالأمس في مقر النادي الأهلي في الجزيرة وعلى ملعب التتش بفوز، والمباراة اللي اتلعبت ما بين الأهلي والنجوم واللي انتهت بفوز الأهلي بهدف مقابل لا شيء أحرزه محمود عبد المنعم كهرب. هنتكلم على المباراة، هنتكلم على التشكيلة، هنتكلم عن أبرز العناصر اللي اشتغل عليها بالأمس مارسيل كولر في هذه المباراة الودية. كمان عندنا إطلالة مهمة جدا على منتخبنا الوطني، غدا مباراة هامة جدا ومصيرية في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، مباراة خارج الأرض تتلعب في غينيا بيساو، ثلاث نقاط هامة جدا للابتعاد بالصدارة والابتعاد عن فكرة الحسابات المعقدة مبكرا لمنتخبنا الوطني. النهارده في كلام مهم جدا على منتخبنا الوطني، جاهزية المنتخب واللاعبين، الاجتماع الفني، المؤتمر الصحفي اتلغى، كل التفاصيل دي النهارده هنتكلم عليها، بالإضافة إلى بعض الموضوعات المثارة على السوشيال ميديا واللي شهدت جدل كثير جدا في الأيام الأخيرة. وكمان النهاردة عندنا تكريم مهم جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لفريق كرة الماء في النادي الأهلي. كما هي العادة في الأيام الأخيرة هناك عدة لقاءات وتكريم لفرق جماعية على إنجازاتها طيبة اتحققت خلال هذا الموسم. شفنا تكريم كرة اليد، كرة الطائرة سواء رجال أو سيدات، النهاردة كمان تكريم لفريق كرة الماء في النادي الأهلي على تحقيق الثلاثية خلال هذا الموسم. حلقة فيها كواليس كتيرة، تفاصيل مهمة، ولكن عشان وقت الحلقة نروح بسرعة لسؤال حلقة النهاردة اللي هيكون قضية بالنسبة لنا، وهنسأل حضراتكم هل تتوقع تغيير في نظام وشكل الدوري المصري الموسم المقبل؟ تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من أرائكم ووجهة نظركم وتوقعاتكم على شكل الدوري الفترة اللي جاية أو الموسم اللي جاي، شايفينه إزاي؟ عايزينه إزاي؟ يتلعب بأي نظام؟ الكل يدخل ويشارك معنا عشان نستعرض أكبر قدر من الآراء في الجزء الأخير من برنامج الترند. لكن دلوقتي نروح لأهم العناوين. البداية في ترند الأهلي، الفريق يواصل استعداداته لمباراة فاركو في الدوري. وفي الترند المحلي، المنتخب يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة غينيا بيساو. وأخيرا منتخب مصر يرتدي الزي الأبيض في المباراة. استعراض مباريات اليوم النهاردة جولة جديدة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، مباريات الجولة الرابعة. ابتداء من اليوم الأحد هيبقى فيه على مدار الثلاث أربع أيام القادمة مباريات متتالية في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية على مستوى التسع مجموعات في إفريقيا. يمكن منذ قليل كانت فيه مباراة ما بين ساوتومي وليبيريا والمباراة فيها تعادل سلبي 0-0. الساعة 7 في أربع مباريات، موريتانيا هتستضيف السنغال وده ديربي على فكرة لمنطقة غرب أفريقيا. في نفس التوقيت جمهورية الكونغو الديمقراطية هتستضيف توجو، وأيضا في نفس التوقيت جيبوتي تستضيف إثيوبيا، وهذا اللقاء بالتأكيد بيهمنا لأنه في نفس مباريات مجموعة منتخب مصر المجموعة الأولى. وفي ختام مباريات اليوم نابيبيا تستضيف تونس، وتونس بالتأكيد بتسعى للفوز والثلاث نقاط للابتعاد بالصدارة ب 12 نقطة وحسم المنافسة مبكرا في هذه المجموعة، وبالتأكيد نتمنى التوفيق إن شاء الله للمنتخب التونسي الشقيق. دي أبرز مباريات اليوم في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، وغدا بإذن الله إن شاء الله مباراة منتخب مصر مع غينيا بيساو هتكون الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. نخرج إلى فاصل ثم نواصل. رئاسة الكابتن محمود الخطيب لفريق كرة الماء في النادي الأهلي، ويمكن احنا شايفين طبعا جهاز فريق كرة الماء في النادي الأهلي والإنجاز الطيب اللي اتحقق خلال هذا الموسم بتحقيق ثلاثية، فبنتكلم على الدوري والكاس وبطولة كأس مصر، وشايفين طبعا في الصورة مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وشايفين كمان الأستاذ محمد الجرحي والأستاذ محمد الغزاوي أعضاء مجلس الإدارة وجهاز كرة الماء، وبالتأكيد جهاز السباحة كمان في النادي الأهلي إنجازات رائعة جدا اتحققت. مش بنتكلم بس على إنجاز فريق كرة الماء الإنجاز الجماعي، لا ده كمان حتى على مستوى الألعاب الفردية في لعبة السباحة في إنجازات طيبة جدا ورائعة جدا على أعلى مستوى. شايفين كمان أهو الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، بقول لحضراتكم السنة دي في إنجازات اتحققت على جميع الأصعدة، وفي حضور كمان أهو للكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. كابتن محمود الخطيب كان حريص على هذا اللقاء
ووجه كلمة لأفراد الجهاز الفني وقطاع السباحة وقطاع كرة الماء في النادي الأهلي والنشاط الرياضي. ويمكن الكابتن دايما في حرصه على كل كلمة بيوجهها لأي فرد أو أي منظومة بتعمل داخل مؤسسة النادي الأهلي، إن دايما النادي الأهلي اعتاد على توارث القيم والمبادئ من جيل لجيل، وأن من يعرف قيمة أو قيمة النادي الحقيقية يدرك أنه لا يوجد مجال للتشبع من البطولات. أعتقد بتبقى رسالة دايما حريص الكابتن محمود الخطيب يوجهها لأي فرد أو لأي منظومة بتعمل في قطاعات النادي الأهلي المختلفة. طيب تعالوا نشوف كلمة الكابتن محمود الخطيب ولقطات من هذه الزيارة أو من هذا التكريم، لأنه تكريم على ثلاثية حققت لفريق كرة الماء الوتر بولو، دوري وكاس وبطولة كأس مصر. أكيد نطلع ونشوف ونرجع، لأن كمان عندنا تعليق وعندنا تفاصيل تانية هنتكلم فيها النهاردة في سياق برنامج الترند. السنة اللي فات كنا عملنا احتفال مجمع كده، لقينا فيه ان احنا لا حابين نقعد مع فريق نشوفكم وتشوفونا ونكون على تواصل مع بعض. فعشان كده غيرنا السيستم شوية السنة دي، ان احنا كل فريق حقق حاجة محترمة وحاجة كويسة لازم نكون نلتقي بيهم. يعني طبعا انتوا منظومة او احدى منظومات النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما كوادر وأفراد ومجموعات بتسلم بعض. مين اللي بيسلم بعض ومين اللي بينجح في المشوار ده؟ الناس اللي عندها أسس معينة وقيم ومبادئ اتربينا عليها. اللي هيحافظ على ده هيبقى واحد من المنظومة، اللي ما بيحافظش على ده أكيد بيبقى خارج المنظومة. شيء طبعا بيسعدنا ان احنا بقالنا فترة طويلة بالنسبة للوتر بولو، وده بيرجع لجهاز العاب الماء وجهاز اللعبه نفسه، ان احنا بعد سنوات طويله نحقق حاجات كويسه. اتاخرنا ليه السنين اللي فاتوا؟ موضوع اكيد اتبحث وحطوا اسباب احنا ليه ما كسبناش السنوات اللي فاتت دي، وحطوا العناصر وحطوا الامكانيات اللي ممكن تساعد حضراتكم او الجيل ده انه يحقق حاجه. بس الجيل ده لما بيحقق حاجه، لو جيل او عناصر ما يعرفوش قيمة النادي الاهلي هيكتفوا باللي حققوه. يعني هنقول لا ده انا خلاص كسبت السنة اللي فاتت وكسبت السنة دي، يبقى انا خلاص انا كده حققت ده اقصى حاجة. اللي وصل لي ان هو داخل دماغكم او داخل قلوبكم ان انا كده اكتفيت، يبقى انت انتهيت. لازم تبقى الامور ده عندكم مهمة جدا. النادي الاهلي ما بيكتفيش. النادي الاهلي اذا كان حقق كاس لازم يبص، مجرد ما رفع الكاس ده ونزله بيبص للكاس اللي بعديه. هو ده طبيعه النادي الاهلي، وده اللي احنا اتعلمناه من يعني كل من سبقونا في اداره العمل وفي حتى في اللاعبين، ان احنا بنتعلم منهم ازاي. اصبح عندكم دلوقتي انتوا الجيل اللي بعد سنوات طويله حقق حاجه كويسه. أصبحت المسؤولية مسؤولية مضاعفة. المسؤولية الأولى إزاي تحافظ على ده، وإزاي تضيف، وإزاي اللي جاي يبقى أفضل. فده بالنسبة لكم بقت مسؤولية كبيرة. الكوز دي مع احترامي الكامل هي خلاص تاخدت وترفعت وحسيتوا بيها والناس قالت لكم مبروك. طيب اللي جاي إيه؟ اللي جاي هتكتفوا بده، ولا اللي جاي هتكون عندكم من الإصرار ومن العزيمة ومن الروح ومن القلب ومن التدريب ومن العطاء ومن الالتزام ومن التركيز انك انتوا تحققوا السنة اللي فاتت ما تقلوش عن ده. اتمنى يكون كل الغرفة دي بقى كده على قلب رجل واحد، ازاي نحط قدامنا كده عناصر نجاح وتحقيق بطولة ما نتنزلش عنها، ما نسيبهاش يعني، او ما نكسلش. اتمنى ده وبالتوفيق بإذن الله في اللي جاي. كلمة مهمة جدا في تفاصيلها والكلام اللي ما بين السطور اللي بيوجهه الكابتن محمود الخطيب بشكل عام على فكرة لمنظومة العمل داخل النادي الأهلي، وتحديدا اليوم لجهاز ولاعبي فريق كرة الماء في النادي الأهلي. أعتقد يعني بإذن الله إن شاء الله لو في استمرارية على نفس الجهد والمجهود الكبير اللي بيتبذل في قطاع النشاط الرياضي، الأندية المنافسة هتواجه صعوبة كبيرة جدا
عشان تقدر تقرب من الارقام اللي بتحقق في النادي الاهلي خلال تحديدا اخر سنتين ثلاثه. مش بتكلم في قطاع الباسكت او الفولي او حتى الووتر بولو، احنا بنتكلم بشكل عام على اداره مجلس اداره النادي الاهلي لفكره قطاع النشاط الرياضي. وقطاع النشاط الرياضي من القطاعات اللي ممكن تواجه صعوبات كبيره جدا، لان هي قطاعات ممكن يتصرف عليها كتير، بس المداخيل الماليه من البطولات اللي انت بتشارك فيها ما بتجيبش ارقام اكيد زي بطولات الكوره. فبيبقى هنا المجهود مضاعف، انك بتحاول توفر ارقام ماليه تقدر تنافس وتقدر تحقق بطولات، وفي نفس الوقت تحقق المعادله انك ما تخسرش لا بطولات ولا ارقام او فلوس. فالقصه بتبقى صعبه والمعادله صعبه، ولكن شايفين جهد كبير جدا بيبذل في هذا القطاع خلال اخر سنتين ثلاثه، عشان كده بقول هيبقى في صعوبه على اي نادي منافس يقدر يحقق المعادله اللي بيحققها النادي الاهلي من خلال مجلس ادارته برئاسه الكابتن محمود الخطيب. طيب بمناسبه النشاط الرياضي، النهارده على فكره في مباراه ثانيه في مرحله البيست اوف 5 في كره السله. واحنا بنتكلم النهارده واحنا في بطوله دوري السوبر للمحترفين، كانت في مباراه اقيمت اول امس، النهارده المباراه الثانيه الساعه 7:30 8 اكيد هتبقى مباراه على صاله استاد القاهره الدولي. قدامنا يمكن دي مقتطفات من المباراه الاولى اللي انتهت بفوز الاتحاد السكندري على الاهلي بنتيجه 71-69، يعني فرق باسكت واحد نجح زعيم الثغر انه يكسب الاهلي في اللقاء الاول. لسه عندك فرصه؟ اه طبعا لسه عندك فرصه انك تعوض. انت مرحله البيست اوف 5، يعني على الاقل محتاج تكسب 3 مباريات من الخمس مباريات. خسرت اول لقاء، عندك فرصه النهارده انك تتعادل، وعندك فرصه تلعب مباراه ثانيه وتكسب، فبالتالي تتقدم ب 2-1، وفي مباراه اللي هتبقى الرابعه ساعتها تكسب تبقى 3-1، تبقى خلاص خدت الدوري. فعندك فرصه، عندك فرصه، الامور محسومه، انك مش محسومه او الامور قريبه، اه قريبه جدا، ولكن مهم جدا التركيز، الحماس، حضور الجمهور مهم جدا، وبناشد جماهير الاهلي اللي عنده فرصه يحضر مباراه النهارده يتواجد في صاله استاد القاهره وفي المباريات اللي جايه، لان حضور الجمهور الاتحاد في المباراه الاولى كان مدي دفعه قويه جدا لفريق الاتحاد واداله دفعه يقدر يتفوق على الاهلي في اللقاء الاول. دي مقتطفات اللقاء الاول، وان شاء الله باذن الله النهارده المباراه الثانيه هتتلعب الساعه 8 على صاله استاد القاهره، ويا ضمن مباريات البيست اوف 5 في بطوله دوري السوبر للمحترفين. ده جانب متعلق بقطاع النشاط الرياضي. الجانب الثاني هو جانب متعلق بفريق الكوره، وفريق الكوره عنده اول مباراه رسميه يوم 14/6 في ختام هذا الاسبوع يوم الجمعه ان شاء الله. الاهلي عنده مباراه مع فريق فاركو في الدوري العام، جوله بقى مش بيست اوف 5 زي الباسكت، لا ده بيست اوف 9، 9 مباريات متتاليه في الدوري العام. نتمنى يا رب الاهلي يكون موفق ويحرز ال 27 نقطه عشان يفرق بدري بدري كده في المنافسه مع اقرب المنافسين تحديدا فريق بيراميدز. في الاطار